الشرط الثاني العقل. مانا سرتي ديمو سرتي جولد هكيل. فالمجنون لا تقبل صلاته. قوانو نتو فيتو دو اون جولد ماكو جاباتاكي. ومن باب اولى السكران. هاي يو ايتي سيكي اون انا رماكو كوسول اون دون جولد ماكو جاباتاكي. فلا بد ان نمنع هذا من شرب الخمر ونقول لا بد ان تصلي. كوبي هادين او يارو ودو يارو بيرين او انم اتشير جول بير جولا. واذا كان عندنا انسان مريض يعني يذهب عقله ثم يعود، إذا كان هذا الوقت الذي يعود إليه العقل فيه يستطيع أن يؤدي الصلاة لابد أن يؤدي الصلاة. سأيه بيقول أنه فتيه دو ولا هكلي ماكو يها وقتو دو با وقتو أنهم إن دار بيرقو هكلي ماكو أرتكون سأيه مواوي نينو دو جولدن إن يو جولو. والله أعلم.